هلا ناخذ احنا بريميتيشنز، يعني هاي جزء من السكشن 6.4 جزء منه، انه في شيء بنسميه بريميتيشن وتسيس والريبيتد ايليمنتس. بريميتيشنز وريبيتد ايليمنتس، هاي مثال، هو مثال واحد عندي انا، فيش غيره، انا بشرحها بمثال. هاي النظريه شو بنقول؟ لو عندنا المثال بقول لو عندنا كلمة ميسيسيبي، ما تعرفوا ميسيسيبي وين؟ فيش حدا بيعرف نهر الميسيسيبي؟ ولا بحر الميسيسيبي؟ مالكم؟ ها؟ ثقافة طيب كلمة الميسيسيبي تعرفوا كيف مكتوبة؟ ام، يعني كم ام فيها؟ كم اي؟ واحد اثنين ثلاث أربعة. كم اس؟ أربعة. كم بي؟ اثنين. هلا لو بدلناها، يعني كتبناها مرة هيك مرة هيك، بحيث انه دائما في عندنا أربع اسات، أربع ايز، تو بيز، ون ام، وهلما جرى. لو عندي حالة زي هيك، طلعوا هاي مثال، مش دائما بيجي حكي على المثال، انتوا اي مشكلة بتواجهكم ممكن تعدوها، بدكم تقيسوا كيف عدوها. هاي هذا مطلوب منا، كم تبديلي من الكلمات بقدر اطلع من هون؟ كم وحده؟ كم تبديلي؟ كم كلمه زي هذول بقدر اطلع؟ عددهم بدك تعملهم مجموعات. كل حرف ناخذ نص لحرف انه باخذ حرف نص لحرف بنعد احرف هاي الكلمه. بعدين نحكي نوت مثلا ان تختار واحد من سبعه عدد. في عندنا واحده. زائد النوت اربعه قبل الاي. طيب خليني ابسط الموضوع اكثر من هيك. لو عندنا هي كم حرف هي كلها؟ 11. وكانه عندي 11، خلينا تخيلوها لجنه فيها 11 منصب. 11 منصب. لجنة فيها 11 منصب. وعندي أنا طلعوا شخص أشخاص، بس الشخص هذا قد يتولى أكثر من منصب، وكأنه هيك المشكلة، صح؟ مظبوط؟ وبتبدل. فبقول إم، حطينا إم، بدنا نحط إم في واحدة. مرة هون، مرة هون، مرة هون، مرة هون. إذا حطينا الآي بدي احطها في أربعة، بدي احطها بأربع أستاذي عندك تحسب أربع بوزيشنز، بدك تحسب لكل حرف شو الإحتمالية وين يجي. أنا النتيجة اللي بدي أطلع فيها كم كلمة زي هدول بقدر أطلع. مظبوط، بس أنا قاعد بحلل في المشكلة، مش بعرف، بحلل فيها. لو عندي آي برضه بدي أشوف، عندي أربعة أربعة بدي أشوف وين بتطلع، فكيف بدي أحلها؟ مضروب ب 11، كل حرف الحرف الاول ب 11 احتمال اللي بعده ال 10. ايوه، اذا الحرف الاول، اذا اخذنا ايش الحرف الاول؟ مثلا اس ب 11 احتمال، اس معناته اربعه عندي، فعندي وكانه بدي اكون، وكانه عندي 11 مقعد وبدي اشوف كم لجني، يعني بدي اختار قد ايه؟ أربعة، صح؟ هذا بس للآن. وكأنه عند 11 أو لجنة فيها، سوري، وكأنه عند 11 منصب وبدي اختار لا كنا أس، بدي اختار لها أربع مناصب، صح؟ بعد ما اخترت لها شو بتصفي عندي؟ بصفي عندي سبع مقاعد، صحيح. وبدي اشوف الحرف اللي بعده، فبدنا مضروب. فانا وكانه هات نشوف، لو عندي ستيب الاولى باخذ واحد منهم، مثلا الاس، فبقول تشوز ا سبست اوف فور بوزيشنز فور اس، وجد له اربع مناصب، اربع مواقع، يعني اختار له اربعه من ال 11، نكي له اربعه. ضرب، انتبهي ضرب. روحي شوفي اي كم مرة ما ذكرها؟ أربعة.
وكأنه بدي أروح أنا أختار هلا كم أصدر سبعة وكأنه عندي سبعة عندي سبعة تشوز أربعة تشوز أربعة طيب ضرب كم بي ثلاث سوري بي كم واحد اثنين وكأنه عندي ثلاثة بوزيشنز وبدي أختار مرتين كم أم واحد فبيطلع عندي هات نسوي يعني هاي كم واحد كنا 11 تشوز 4 ضرب 7 تشوز 4 ضرب 3 تشوز 2 1 تشوز 1 هذا مش هذا الحل هذا الحل وضحك سعبي ها سعبي انا ما فهمهاش بعيد اذا ما حد فيش حدا فهمها ها في حدا فهمش قولوا لي وكل مره نطرحها مظبوط اه بس انتبهوا مش تروحوا تفضوا هاي الكيس لحالها بس شفتوا كيف احنا فكرنا شفنا المشكله قلنا اوكي هاتوا نشوف المشكله وكانه عندي 11 منصب ها وعندي كم حرف هم ام واي واس وبي اربع اشخاص 11 منصب وكانه عندي 11 منصب وعندي اربع اشخاص بس هلا بدي اوزعهم عليهم فبقول اوكي كم منصب بقدر اعطي اول شخص حسب قديش موجود فيه عندي اربعه فهو بيقدر يتوكل هذا الشخص بيقدر يتوكل اربع مناصب مش كلهم بيقدروا يتوكلوا نفس العدد من المناصب وكانه هيك فالاس تتوكل اربع مناصب فانا من ال 11 بدي اختار لها اربعه صح؟ من ال 11 بدي اختار لها اربعه طيب كم ظل؟ سبعه الشخص اللي بعده كم منصب بقدر يختار؟ اربعه معناته بدي اختار له اربع مناصب من السبعه وهلما جرب ما فايز تختلف لو ايش؟ تختلف لو يعني 11 انت شو رايك تختلف؟ يعني 2 ضرب 3 ضرب 5 ولا 5 ضرب 3 ضرب 2 بتختلف؟ طيب هاي المشكلة انتبهوا هاتوا نعمل جنراليزيشن لهي الثيوري شو بتقول هاي الثيوري يا شباب؟ أنا أول شيء اللي كان بفهم فيه بريميتيشنز حليتها بالكومبينيشن بس هي بس أصلا بريميتيشن أنا حليتها بالكومبينيشنز يعني هذه التجربة السبعة أنا حليتها بالكومبينيشنز بس هي أصلا مشكلة بريميتيشن المشكلة كانت بريميتيشن وين indistinguishable objects indistinguishable ايش يعني دي يعني غير مميزة يعني تقدرش تميزها عن بعض هالobjects هاي الحالة هاي اللي احنا عندنا sets هاي السيت يعني الام الاولى ولا الام الثانية ولا الام الثالثة بتقدرش سوري الاس الاولى ولا الاس الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة نقدرش نفرقهم عن بعض لما بالحالة هاي عندي وعندي نفترض انه ان 1 مثلا وردت عدد من المرات سوري عندي تايب 1 عدده قد ايه؟ ان 1 يعني مثلا اس عددها 4 اي عددها 4 بي عددها 2 وهلما جرب لو عندي هاي الحاله بنقول ان سبوز ذا ان واحد وان اثنين وان ثلاثة وان اربعة يساوي ان ها لو عددهم كلهم then the number of distinguishable permutations مش combinations ها
of the n objects is n على n واحد في n ناقص n واحد على n اثنين. وهنا مجرد زي ما حللنا بيطلع الجواب. على فكرة على فكرة لاحظوا هلا لو انت جيت تحسبها هون هذول مع بعض كيف بيطلع جوابها؟ نحسبهم كلهم طلع في حل ثاني شو بقول؟ نفس الحل ونفس مضروب ال n على مضروب ال n ناقص على مضروب ال n واحد في مضروب ال n اثنين هون معنا احنا على مضروب ال n ثاني وسهلهم كلهم يعني وكأنه بدك هو هون مضروب ال 11 على مضروب ال 4 مضروب ال 4 مضروب ال 2 مضروب ال 2 في مضروب ال 1 صح؟ مظبوط؟ طيب في أي سؤال؟ واضحة لحد هون جبنا عليها أسئلة في الامتحان تكونوا فاهمين على الآخر؟ ها؟ في أي سؤال؟ إذا في أي سؤال قبل ما ننتقل على الموضوع اللي بعده.